تبارك إلهنا كل حين نيك أي كيستوس أيوناس طنيونو آمين. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي، نتابع دلائل أو إشارات وجود الله، ويقودنا في هذا المجال الأب دوفيفيي اليسوعي الذي نقل كتابه إلى العربية، الأب مبارك ثابت الديراني اللبناني. بتصور أنه اثنين صاروا ليسا في هذا العالم بعد، فإن الكتاب من المطبعة الكاثوليكية بيروت سنة 1925 أقطع البراهين لصحة حقائق الدين. وهون نحن متفقون، مسيحيون مسلمون يهود، على وجود الله، يعني نحن موحدون. طبعا أنا بحكي عنا إحنا كبشر، نحن موحدون، من دون أن أدخل إلى تفاصيل في بعض الكتب. مثلا في التلمود لا يوجد بالضبط التوحيد، في التلمود كأنه يعتقد بعدة آلهة، وبالذات بالماترونيت. مثلا الماترونيت وهي كلمة لاتينية تعني الإله الأم، حاشا وكلا. إذا لا نريد أن ندخل في التفاصيل، بل نقول بشكل عام أنه نحن اليهود والمسيحيين والمسلمين نحن موحدون. الآن إخوتنا الدروز بسموا حالهم أيضا الموحدين. ما بدناش ندخل في هاي النقاشات، ونعود إلى ما تقوله الكنيسة: أؤمن بإله واحد. الآن في هنالك مناقضات الكفر ونتائجه أو عواقبه الوخيمة. طبعا هنالك نوعان بصراحة من الملحدين، أو خلينا نقول الكفار. بدنا ناخذ كلمة كفار بالمعنى الكنعاني الأصلي، أي المنكرين لوجود الله حاشا وكلا. في عنا المنكر أيديولوجيا لوجود الله، مع أنه تصرف هذا البني آدم ممكن يكون تصرف أخلاقي ونزيه، ولكن مع الأسف أيضا، لأنه في أسف على الإنسان الشريف النزيه اللي هو ملحد، ولكن في كمان مع الأسف مصيبة مضاعفة عندما يأتي الإلحاد شعوريا أو لا شعوريا كنتيجة لبعيدا منكم للانحراف عن الأخلاق. يعني أنا أنكر وجود الله حاشا وكلا، بعد إنكاري أو رفضي للوصايا العشر، يعني رفض قانون الإيمان بسبب رفض الوصايا العشر. هذا ما يفضحه القديس أوغسطينوس. ولكن قبل القديس أوغسطينوس صاحب المزامير مزمور 13 بيقول: قال الجاهل في قلبي، أمر نبل بليبو، قال الجاهل في قلبه أن لا إله. طبعا ما بصير حدا يستشهد بهذه الآية ويقول أنه الكتاب المقدس يقول حاشا وكلا أنه لا إله، لا، قال الجاهل في قلبه. وكما يقول قدس الأب يعقوب سعادة: في قلبه، يعني في عاطفته وليس في فكره. لأنه لما الإنسان يفكر بعقله بمخه سيصل حتما إن شاء الله طبعا إلى وجود الله. القديس أغسطينوس يقول: لا ينكر الله أحد ما لم يكن له نفع في عدم وجوده. يعني أريح إلي حاشا وكلا إنكار وجود الله. أما الكاتب الاجتماعي جان جاك روسو فقال: اضبط نفسك في الحال التي لا تخاف معها الله، فلا يأخذك قط الشك في وجوده، فإن فساد القلب وركوب الشهوات ينتهيان إلى إطفاء نور الإيمان أو أنوار الإيمان والحق.
مع الأسف هذا صحيح بالنسبة لعدد من الناس، طبعا ولا نريد أن نحكم عليهم، كما قال السيد لو المجد لا تدينوا لئلا تدانوا، مكة 7-1، ولكن لماذا لا يصلون؟ لماذا لا يذهبون إلى الكنيسة؟ لماذا لا يعترفون بالكنيسة؟ لماذا لا يؤمنون؟ لأنهم في وضع غلط من ناحية أخلاقية. هذا الوضع الغلط يتنافى مع الوصايا العشر، مع تعاليم الكنيسة. فعندما رفضوا الوصايا العشر رفضوا قانون الإيمان ورفضوا وصايا الكنيسة، يعني فيه بشر تركوا الكنيسة لأسباب حياتية أخلاقية، أو عفوا يعني لا أخلاقية. قال شيشيرون كان خطيبا رومانيا شهيرا، إذا أبصرت صورة أو تمثالا قطعت بأن صانعا عاقلا جعلهما على الشكل الذي تراه. طيب، كل هذا الجمال، كل هذه الطبيعة، هل أتت وحدها؟ بما أنه لا أحد يعطي ما لا يملك، المادة بحد ذاتها لا حياة فيها، إذن الحياة من غيرها. الآن بيتكلموا عن الذرة، بس راح ندخل، لن ندخل في هذه التفاصيل، ولكن نقول إنه الإيمان يسعد الإنسان والكفر شقاء للإنسان، كما قال المفكر الفرنسي بلايز باسكال. بلايز باسكال عنده كتاب اسمه لي بونسي، الأفكار أو الخواطر، وعنده طبعا كتابات أخرى، ولكن من أجمل ما كتب في موضوعنا مسألة خليني أتذكرها، الرهان باسكال. ما هو رهان باسكال؟ لو باري P-A-R-I دو باسكال. قال لك يجب أن تراهن على وجود الله، ولا تراهن عشان وكلا على عدم وجود الله. ليه؟ الإنسان الذي يراهن على وجود الله هو إنسان ذكي عاقل حكيم، لأنه إذا وجد الله فعلا، إذا كان الله كائنا فعلا، فلا خسارة عند هذا الإنسان الذي اعترف بالله. وإن لم يوجد الإله حاشا وكلا، لا خسارة عند هذا الإنسان. أما إذا راهنت حاشا وكلا أن لا وجود لله، وتبين بعد ذلك أنه كائن، فطبعا خسارتك كبيرة وفادحة ولا تعود، وهي خسارة أبدية. سيداتي سادتي، نقف عند هذا الحد لأن الحديث طويل، وبهذه المناسبة أشجع المدارس ومعلمي التربية الدينية، ليس فقط المسيحيين بل أيضا المسلمين واليهود الذين يستمعون إلينا أو يشاهدوننا، أشجعهم على تثبيت دلائل أو إشارات وجود الله من العقل السليم، مع استنتاجنا ومطالعتنا لوجود الله ولكمالاته تعالى وأسمائه تعالى من الكتب المقدسة التي نجلها ونؤمن بها. لأنه على الأقل عند المسيحيين ممكن أن تجد أناسا يقولون لك أنا أريد أن تقنعني بالعقل قبل أن تقول لي قال الكتاب المقدس، قال الإنجيل، قالت التوراة وما إلى ذلك. فلا يضر أن نعود إلى كلمة القديس بولس في الرسالة، رسالته إلى أهل روما، أعتقد فصل 12 الآية الأولى، وهي أيها الإخوة أسألكم أن تقربوا أجسادكم لله ذبيحة مرضية
عنده تعالى عبادة منكم عقلانية. في اليوناني لوجيكي لاتريا. لوجيكي من لوجيك يعني المنطق، إنه تكون عبادتكم عبادة عقلانية ومنطقية، كما كان يقول القديس أوغسطينوس أسقف هيبونا في شمال أفريقيا، فيدس كويرنس انتلكتوم انتلكتوس كويرنس فيدم. العقل يبحث عن الإيمان والإيمان يبحث عن العقل. وشكرا لإصغائكم.